والمحبة شرط لإيمان المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل ليست المحبة لذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام فقط مع مزاحمتها بمحبة الآخرين، لا، بل هي محبة مقدمة على كل محبة للآخرين، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمحبة الله مقرونة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة ومستندة إلى العمل بشريعته واتباع دينه وعدم مخالفته صلى الله عليه وسلم واتباع سنته عليه الصلاة والسلام. كثير من المسلمين اليوم وهم يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يقيمون وزنا لدينهم ولا يلتزمون بما هو عليه سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وعمله، فهؤلاء يقال لهم إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع.